السلام مصري. لم تكن حرب أكتوبر عام 1973 هدفاً في حد ذاتها، وإنما كانت خياراً مصرياً وحيداً لتحرير الأرض وفرض السلام من جديد. وعلى مدار سنوات الاستنزاف تعددت محاولات مصر للوصول إلى حل سلمي لتحرير سيناء والأراضي العربية المحتلة، لكن العدو الإسرائيلي لم يستجب لمبادئ وقرارات المنظمات الدولية، فما كان من مصر إلا اللجوء للحرب لإثبات فشل نظرية الأمن الإسرائيلي وإجبار العدو على إدراك أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان أبدا. ومن المفارقات المخطط لها أن طلبت مصر لقاء بين وزير خارجيتها ونظيره الأمريكي هنري كيسنجر صباح 6 أكتوبر عام 1973 بدعوى إحياء المفاوضات لتحرير الأرض واستعادة السلام بدون حرب، بينما كانت مصر في الواقع تستعد لتوجيه الضربة الأولى في حرب أكتوبر لفرض السلام بالقوة، وهي اللغة التي يفهمها العدو. ولأن مصر لم تسعى للحرب إلا من أجل التحرير والسلام، فقد وقف الرئيس أنور السادات أمام مجلس الشعب بعد 10 أيام فقط من العبور ليطرح على قادة العالم مبادرة جديدة للسلام تفرضها مصر ولا تستجديها من أحد. وبعد أن كاد المجتمع الدولي ينسى الصراع العربي الإسرائيلي، جاء نصر أكتوبر ليرفع من جديد مبدأ وشعار السلام القائم على العدل، فسارعت الدول الكبرى إلى دعوة مصر والأطراف المعنية إلى مؤتمر جنيف للسلام. استثمرت مصر انتصارها العسكري في إعلاء مكانتها الدبلوماسية، فتفاوضت من منطلق القوة في مؤتمر جنيف وما تبعه من مبادرات دولية لتحقيق التسوية الشاملة وإعادة السلام إلى الشرق الأوسط.